في الكورناج نتاع مكتوب تعرفت على هند صبري؟ وي. من لندن مشيت لمصر. بخلافك انت فما تونسي ينجح في مصر؟ نحكي على الممثلين الرجال. تونس فما تميم عبد اللي هو فما شكون؟ تميم ممثل اسمه تميم اللي هو ممثل عنده خدم مع يوسف شاهين في الانتاج ومن بعد ولا يمثل وعمل ادوار في مصر ويخدم معنا في مصر. اما ما يعرفوش في تونس. هو كبير في السن، معناه كبير في السن، كبير في السن شويه لكن ممثل يعني محترف يخدم. حبيبه انت موهوبه من اللي صغيره تعرف روحك تحب تجري. هكا ولا لا؟ خاطر كنت تجري بضحك ولعب مع اصحابك مع عائلتك مع عمك في بالي هكا ولا لا؟ كي تمشي صغار عمي صغار بون صغار عمي سورتو صغار خالي. اي دونك حبيبه انت بوك شنو كان يخدم؟ انا بابا كان يخدم على ليبيا معناها عامل يومي عنده كهرباء يمشي ليبيا يجيب السلعه ويبيع ويعاود يرجع سي كوم سا. معناها ومن بعد بدل الخدمه كي حاولنا لصفاقس تو نجيك الحكايه ان افون مشينا لصفاقس واحنا معناها انا طبع معناها الكلنا مشينا غادي. انتوا ما قداش في العائله؟ احنا تبارك الله 4 بنات وثلاثه اولاد. والجين نتاع السبور هذايا معناتها دو او نيفو عندك انت ياك هو ولا عند خواتك؟ لا بون نجم تقول جد كان عندي انا مع جدي قبل كان فارس و معناها هو معروف بالكدا الله يرحمه توا عاش تبارك الله 104 عام 104 سنين دونك كي توفى ان 2013 حذر على السكسي نتاعي حذر على الميداي حذر يسمع في اللي راديو دونك يقول لي انا على الحصان نجري وانت على ساقيك اما انا ملي انا صغيره معناها ملي انا صغيره كوا احنا خاطر كنت سكنت معناها ولدت في القروين في منطقه ريفيه وكنت نمشي للمدرسه معناها ابيي ربي في منطقه مش عبيت في المدرسه في منطقة ريفية ريفية معناتها بعيدة على كل شيء و... على كل شيء حتى على وين مش نداوي سبيتار حاجة معناها القراية مدرستي ديجا بعيدة معناها 4 كيلومتر خدمة 9 كيلومتر نمشي ونجي كي نمشي للمدرسة ما نحبش نمشي بشوية خاطر صحابي ولا صغار عمي سورتو صغار عمي خاطر احنا صغار عمي كلنا نعرفوا بعضنا معناها فامي لا غوند فامي دونك نمشي ونجي أنا نحب ديما نوصل الأولى نقول لهم نجري وكرتة بنتي فوقي نتعب جو تخوتين شوية نتنفس ونعاود نرجع نجري لازم نوصل الاولى للدار. اي قعدت فيا ذيك معناها حتى 9 سنين وانا زاد عندي حاجه ربتني شويه مرت عمي، مرت عمي اللي هي ما تجيبش صغار وليت نبت عندها وانا ميم با 50 متر معناها نسكنوا اما كلي عشت عندها والكل 9 سنين كي بابا قرر باش نمشيو لصفاقس بوغ موا سيتي ديفيسيل معناها جاتني كشوك ايموسيونيل وليت نبكي في الليل حتى كي حاولنا خرجت من المحيط الطبيعي نتاعي صحيت خرجت وحسيت روحي مانيش حبيبه مانيش ما عادش نمشي المكتب ما بقاش صحابي صغار عمي والكل سيتي ديفيسيل دونك تعبت نفسانيا تعبت وانا كي نتفكرها توا نحس روحي اللي انا بالحق مرت خاطر كي نكبر ونولي انا شنو اللي تعديت بيه حس روحي وقتها اللي انا ذيك البريود هذيك سيتي ديفيسيل وبابا لي حبيبه يزمك تقرا وكل قلت له ما نحبش نمشي نقرا ما نحبش القرايه العبيد ما نحبهمش دونك صارت لي كيك الشوك دونك بعدت شويه على القرايه بالصيف رجعت نقرا وبرغم اني جيتي باغمي لي ميور معناها الاولى في الكلاس نتاعي ورجعت بشويه بشويه وعاودت رجعت قريت معناها في المدرسه في صفاقس ومالغري زادة كيف كيف بعيده علينا حكيت 1500 متر نمشي على ساقايا كيف كيف في الحومه يغزروا اه بنتك شبيها تجري انت تحكم عليها باش تروح تجري للدار ولا شنو يا اخي تحكي فادك انت تخرج تجري وتمشي تجري نجري ماشي تجري تجري ديما تجري هكاك نخرج من الدار يلزمني نحط كرتابلة كي ونجري نوصل للمكتب وما نمشيش في الوقت ما ناخوش وقت طويل باش نعرف روحي نمشي نجري معناها قول انا عندي نص ساعة باش تمشي انا اي انا مثلا نخرج ربع ساعة قبل ونجري ونخلط ونخلط انا الاولى انت تبدا شيخة كي تجري اي اي ما كيك معناها معناتها عندك احساس ما عندك نشوه تحس روحك انا الريزلت نتاع السيزيام نتاعي مشيت نجري بابا عنده الكهرباء قول استنى يا حبيبه تو نزلت لي 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 بابا قلت خلينا نمشي نجري تو انا نوصل حسيلو سي فغي والتو معناها نتفكرها وسيت خذيت الريزلت انا راجعه وجايه بابا ناجحه ناجحه وهو عرضني يا حبيبه قلت له نجحت بابا هاي نرجع روحه معناها هذيك قعدت فيا ما عرفش علاش انا ما نتفكرش خاطر صغيره مي جافي توجور لونفي دو كورير معناها 9 اني الاستاذ نتاعي هذول كي جانا استاذ جديد اللي معناها يحب سبور ويحب يخرج معناها كيف ما نقولوا احنا ماذا به يكتشف مواهب اكتشفني انا بون اكتشفوني في الباسكيت قال لي في الباسكيت باسكيت بولي انا طويله وضعيفه
بارابور ا موناج عمري وقتها قال لي انت في نادي الباسكت فما نهار وانا نحب يقمر هذايا يقمر هذايا حتى كي نلعب هوند ولا باسكت ولا فولي وخاطر نعملوا برشا معناها اتليتيزم وكل دونك شافني شوي دوي نجيب الكره اب وطويله وكل النهار عاملين كومبيتيسيون في ليسي سكولير 2-3 كيلومتر وانا وقتها قال لي لا ما تجيش ما قيدونيش فيها لا كورس وانا نحب نجري معايا صاحبتي اسمها اميره هي مش تجري مشيت مع اميره على اساس باش نشجعها يا اخي اميره ما تحبش تجري وانا مشيت نوشوش المدام هذيا مدام ليليا زادت تحبني برشا عندنا زوز سيده سي محمد القاسم ومدام ليليا قلت لها مدام ماما نحب نجري والكل خليني قالت لي راه شوف قلت لها اغزر اميره ما تحبش تجري تو نجري في بلاصتها كان البوس ما ترفعنيش ولا حاجه قالت لي باه قعدت اميره في الفستير خديت سبدري اميره ما عنديش سبدري وقتها باش نجري ومشيت طلعت في البوس ما شافنيش الاستاذ احنا في الديبار غزر كي انا قعدت الاولى قلت حتى كان طردني ولا حاجه نمشي نروح لدارنا من الديبار يا اخي قال لي اش تعمل هني قلت له مش باش نجري مدام ليليا قالت لي اجا وكل بيه حبيبه قال لي تو نتفاهموا في الاريفي اجري تو على روحك تو نتفاهموا هو هذاك 3 كيلومتر كروس مش في السبيسياليتي نتاعك كروس هي اما لا كونسيدونس سيتي 3 كيلومتر لا ديستانس اما انا جي في 3000 متر ستيب تو مش كيف كيف دونك هو بالبسكليت نتبعوه احنا باش يورينا الباركور خاطر اون لو كوني با هو يمشي وانا بون وبعد علينا وانا وراه لصقته ما شافنيش هو الا با ما انتبهش اما مون دوني بعد حكيت 1000 متر تلفت وراه قاني قال قال اش تعملون؟ قلت له قال لي كي نقوي تقوي معناها قال لي ماكش تعب قلت له قال لي نقوي تقوي معايا قلت له وين دونك مشي يقوي وانا نقوي وانا نقوي حسيت روحي وصلنا غزال لك خونو قال لي اش تعمل انت منين جيت معناها خاطر الكرونو نتاعي اللي تي انتريسون هذايا اللي قال لك لازمك تعمل باسكيت اي سي محمد كيف كيف دونك مش احكي لك على الباسكيت من انا فيك طويله وضعيفه خاطر الباسكيت كنت صفاقس كنت سي سي معناها معروفه في الباسكيت اون ان غراند ايكول معناها وعملت ميداي على الشيل انترناسيونال مغربين وقتها جافي ميم با سيزون مشيت البطوله الجهويه كيف كيف صفاقس ربحتها نبعد معناها ديستانس كي نخلي مي كونكيرونت الثانيه توصل من بعدي معناها برشا انا بريسك جي ارتحت وخذيت نفس انا عندي لو دون تاعي اللي انا جو ريكيبير فيت معناها كي نجري مثلا نعمل ايفور انتنس انتنسيف كي نقف في ساعه جو ريكيبير اي جو ريبرون دونك هذيك عارفوا معناها البيساسيون كاردياك نتاعي في ساعه تطيح في ساعه تهبط والي تري باس معناها هذيك علاش دونك من بعد كي ترشحت شامبيون سكولير ناسيونال في تونس وفي الدنيا كيف تتعب تو ريكيبير في ساعه ولا انا ياسر تعذبت في الكارير بتاعي خاطر جيتي ان في معناها ما يحبونيش ما يحبوكش عليه ما يحبونيش خاطرني انا قبل خاطرني الطفله ياسر كوكيت هكا ولا هي بروحي كي نهبط كومبيتيسيون انا عندي الكوتش نتاعي وقتها كون جي كومونسي الاتليتيزم جافي 16 ans وهو اكتشف قال لهم هذه سان رومان 16 سنه بديت À 15 ans, j'ai dit l'athlétisme. À 16 ans, déjà, je suis... À 15 ans, اول عام بديت اول عام نسبيا بديت مخر تسمى ولا نسبيا تسمى بديت مخر ولا اي 99 وانت تقول ما يحبوكش علاش واحنا ما عندناش منك برشا جوستومون احنا هذول بلادنا ما يحبوش السكسي فما مش الناس الكل ما نحكيش على الشعب ونحكيش على الناس اللي تحبني علاش معناتها شنو اللي يخليك تقول الكلام هذا؟ خاطر سي سكو شوي ان تران دو فيفغ توا بعد السكسي اللي عملته ونحس روحي الناس ما يحبوش النجاح شنو اللي يخليك تقول وانهم حطوا لك العصا في العجله ولا ما امنوش بيك اش عملوا لك بالضبط ولا شنو ما عملوا لكش ما نمشيش ستاج محرومه ما ناخذش ايكيبمون ما ناخذش ما ندخلش سونتر ديليت خاطر احنا عندنا في ليسي سبورتيف عندنا سونتر ديليت اللي هما ياخذوا فيه شهريه يخلصوا فيه وعندهم عيشه خير بالله قداش الشهريه في السونتر ديليت بون هذيك علاش حتى صحابي بون تفكر سا ديبون انت والتيتر نتاعك عندك شامبيون معناها تيتر عرب عندك 150 دينار تيتر افريك 200 دينار تيتر معناها خاطر احنا ما عندناش ما عندناش شامبيون دافريك قداش؟ 200 دينار بار موا انا اعطيك مليون وعطيني شامبيون دو موند سبيدرينا احنا برك 200 و300 دينار سبيدري وما يعطيوناش معناها يعطيك سبيدري في العام وشوف وشوف يعني احنا نوصلوا ناخذوا دي شوسيغ بسبيدريات من الفريب باش تجري بيه حتى لتوا الوضعيه مازالت هكا حتى لتوا مالوغوزمون
حتى توا خاطر انا ذاك اللي معناها في داخليتي متغشة وداير نحكي مع سارة نقولها اللي أنا معناها حاسة ما بدلت حتى شيء خاطر حتى توا مازالت ظروف لي زاتليت صعيبة يعني لي سبورتيف اون جينيرال في السبور انديفيديال توا بون سيمينتي تعرف مانيش الأولى اللي نحكي في التلفزة خاطر فما تشوف لي سبور انديفيديال خاصة البنات اللي عملنا دي تيتر والكل حكينا برشا والسيستيم خايب السيستيم خايب ما عندهمش اون استراتيجي اللي باش يكونوا دي شامبيون أولمبيك استراتيجي أما فما أنا الحقيقة والله تحب نقول بكل صراحه معناتها نعرف وكما قلت انا سمعتكم برشا حكيتوا وكذا اما ما في باليش اللي المبالغ اللي تحكيوا عليها مبالغ هزيله للدرجه هذه معناتها كما يحكي ظفر معناتها الشهريه ما تديش في حق سبادي عيب بالاخص اللي هذوما عباد ماهمش قاعدين هوايه ولا هذوما سي دي بروفيسيونيل. ليش التسويه اونترينمون في النهار وحياتهم معناها وماكلتكم بركه ولي فيتامين ولي مساج ولي برودوي ولي بوماد ولي كيني ولي معناتها ما كيفاش باش يجيو لي تيتر معناتها؟ تو انا ورايا ما فما حد نحس معناها ورايا كيسكو جو ديغ 10 سنين عامين 3 سنين حتى كان باتل ما نلقاوش دي جون نلقاهم كادات مينيم خاطرهم جايين كيفي انا من مناطق اللي نجموا ياهم باش نزيد نعطيك تصويره اصح للشيء اللي قاعده تقول فيه انت يظهر لي بعد القمودي 44 سنه جيت انت معناتها 44 معناتها بعد القمودي ما جا حد ولا انا غلط ولا انا اي في الاتليتيزم بعد لا نحكي لا 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 نحكي في الاتليتيزم بعد القمودي جيت انت بيناتكم قداش؟ 44 سنه 44 سنه اس نورمال احنا بلاد كنا ننافس المغرب والجزائر والقمودي انت كي تقول قمودي معناها لي زاني 60 و 70 تقول قمودي معناها احنا اون ان بيي اللي هو عنده ابتر فما المادة الخامة موجودة، أما إحنا ما نجموش نجيبوهم ونوصلوا، جي شامبيون كا جي باغازاغ، جي أياتي وخلينا أنا ما خديتش لي مويان. تحب نحكي لك حكاية، نحكي أنا وحبيبة في اللوج قبيلة فوق، قال لك في عيد المرأة توا شكون عندنا في تونس ينجم يمثل المرأة خير من حبيبة الغريبية، المرأة التونسية المتألقة عالميا ميدايي أولمبيك. في هذه المرأة ما تم استدعائها حتى مرة للقصر هكا ولا يا حبيبي؟ اي انا جامي دانفيتاسيون معناها عيد المرأة نورمالمون بالنسبة لي انا راني مانيش سي لا ريكونيسونس ابخي تو نحب يتفكرونا ابخي تو احنا شنو معناها بلادنا وحسب رايك انت ما استدعاوكش يتفكرونا بلدان اخرى دي زامباساد L'ambassade d'Angleterre, l'ambassade de Canada, l'ambassade de France, ils pensent à nous comme athlètes où ils aiment nous faire un dîner à l'honneur de nos champions. Ils sont en Tunis. Et nous, Tunis, ils ne pensent pas à nous. Tunis, ça veut dire... les sportifs, les artistes de haut niveau, les psychiatres, c'est un chahab kémel. C'est un jour الفريق نتاعنا نتاع الكوره يكور مليح والحبيبه الغريبي تهز ميداي اولمبيك نعدي جمعه باهيه معناتها نعدي نهار باهيه اكل الفرحه هذه نعدي موتيفاسيون باهيه ساره مش السياسيين يخدموا بها معناتها الكوته نتاع جاك شيراك طلعت على الاخر عام 98 وقت اللي هز الكوب دي موند بون ماكرون مسكين جاوه مشاكل اخرين ما خلاهوش يحتفل بالكوب دي موند نتاعو اما متفقين انه المعنويات شعب كامل النخبه الرياضيه نتاعو مهمه للغايه فكيف نعملوا خلاصه جايه من طبقه اجتماعيه متواضعه على الاخر خدمت وحدك كانوا هازينك للباسكيت من باب الصدفه وانت ورا بسكليت باش تنجم تعمل اتليتيزم مشيت الليسي سبورتيف بالرغم اللي في الليسي سبورتيف وليت مهاراتك الكل ما حطوكش مع النخبه ليليت معناتها ليليت اللي هي فيها شهريه تضحك سامحني في الكلمه 150 دينار بالنسبه للرياضي اي اما حتى بالنسبه للرياضي دو او نيفو 150 دينار ما تعملش حتى شيء كما قال ظفر ما تجيش في حق سبادي به هذا الكل من بعد
كيفاش نجمت تمشي لفرنسا معناتها من بعد؟ وقتها ديجا انا معناها لي ريزولتا نتاعي جو سوي بديت جو توش لو نيفو وقتها حسيت روحي اللي انا نجم نوصل لنيفو مونديال واولمبيك بالميداي نتاعي في الشامبيونا دافريك 2006 وقتها كيفاش انا مشيت شاركت في الشام وقتها مالغري عملت اوبيراسيون وصار فيا وقالوا لي لا ما تشاركش والونترونور نتاعي ضرب عليا معناها نتاع الكلوب بالسيفسي محمد بلول قال لي تمشي سينو نعمل عركه وقت عامله انا الوقت اللي نشارك بيه عملته مشيت شاركت في الشامبيونا دافريك اي جيتي عملت ميداي دارجون في الشامبيونا دافريك وقتها كان ما تحتش تحت معناها الشوفي نتاعي تلويت روحت باللي بيكيل تونس عملت ريبتور دو طوندون تاع حسيت لو صارت لي ان بليسور تري غراف كملت وانا معناها مضروبه تحت في البريه الاخرى نكمل وصلت لاريفي ساق معناها ما نجمتش نحي البوان تيلمون سقيت نفخت بالوقت وقتها جاي هشام القارو هشام القاروج اللي هو شامبيون دوبل شامبيون اولمبيك مغربي والكل بوغ موا سي مون ايدول نقولوا العباد اللي ما تعرفش القاروج يقرب شويه البالماريس نتاعو لسعيد عويته معناتها كيما 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 تقول انت المارادونا نتاع جاني قال لي فريمون قال لي التونسيه فريمون تبارك الله عليك كان جيت انا هو وقتها شامبيون وقتها الى غيتي سا كارير كمل قال لي انت تبارك الله عليك مالا مونتال كيفاش تكمل بساقيك هكايا وتعمل ميداي دارجون معناها سي وقتها مش حسيت حاجه معناها بور موا باش يقول لي شامبيون اولمبيك مش اللي يجي قالها لك مش اللي يجي قال لي انت تبارك تنجم توصل تعمل حاجه كبيره برشا تو بو اتر ان شامبيون دو موند شامبيون اولمبيك والكلمه يقول لك كلمه عليها ملك دونك مشيت انا كملت كي جيت روحت لتونس قعدت بليسي وقتها انا الحقيقه في مخي مش نمشي لفرنسا جافي دي كونتاكت وفما كلوب حبوا عليا والكل ونحب نمشي ان نكمل كارير نتاعي في تونس فرحوا بها لا ميداي دارجون تشجيعات بيان سور بيان سور فرحوا بها مي لونترونور ما ابخي تو يقول لك ديك حبيبه مش تولي تخش شهريه والكل عرفت وكل حسيتها مش فرحه صحيحه معناها فرحه من القلب ابخي تو هي عندنا 150 دينار تخرج خاطر اي خاطر جات سيتي سوربريز بالنسبه لهم هما كيفاش عملت ودرت شنيا ولا وعاد يحكي بغيف انا زدت قصيتها معناها كمان الشامبيونا دافريك يحكيو بربي شويه انا حسيتك انت قصيت يحكيو اوب شو يحكيو شو قالوا معناتها ينبروا نقولوا احنا ينبروا بتات خلي دوبي ودرت شنو كليت معناها اللطف يا ربي معناها عباد تحب شنو كليت ناكل في سلاطه في المي في لي سي سبورتيف ولا في السونتر وقتها بون قعدت عام وقتها دخلوني السونتر ديليت عام وعملت معناها وريت شنو انا نجم نعمل معناها قلت لهم مالغري شنو عملتوا فيا فوالا حبيبي على غريب شنو نجم تعمل اي فوالا هذاك هو انا الهدف نتاعي بديت وقت حسيت روحي بديت نوصل للعالميه خاطر ميداي في الشامبيونا دافريك ليكيفالون دين ميداي في الشامبيونا دي موند خاطر كي تربح الكينيين ولا الاثيوبيين احسب روحك على خاطر سي لا سبيسياليتي نتاعهم هذوك فوالا الدومي فون معروف في العالم الاولمبيك معروف كينيا واثيوبيا ولي ريكور دو موند وكل معروفين وقتها قلت طيب حبيبه جاتك فرصه فرنسا كان مش تقعد في تونس ماكش مش توصل مش تمشي تتعرز كيف ما يبدو برشا نساء وصحابي البنات بطلوا وقعدت كانينا شاده صحيح دونك مشيت لفرنسا وربي فما برشا باش نقولوا اللي معاك جيل نتاع خمسه ولا سته بنات سته ولا سبعه اي موهوبين على الاخر كيف كنتي وفما شكون يقول حتى اكثر من منك انت وكانوا ينجموا يوصلوا اش عملوا في الاخر؟ اي اللي بطلت عائلتها ما عادش تحب والكل وعرست والكل واللي كملت قريتها وبطلت مسبار خاطر اللي تي ديغوتي كيفي انا ما شدت صحيح واللي شدوا راجلها في الارهاب واللي درا شنيا حسيلو برشا حاجات معناها الكل هم كملوا كاريرهم خايبه على الاخر دونك انا نتوجع والكل مالغري صاحبتي البنت تقول الزح كانت جات معناها كان جاو هكا شدوا شويه صحيح كيفي انا راهم وصلوا معناها بالحق خاطر ماهوش ساهل هو صحيح في اللي نعيشوا فيه احنا توا والكل سي با فاسيل مي دونك انا وقتها قررت باش نخرج لفرنسا وحتى كي حبيت نمشي ما حبوش يخليني نمشي انا شديت صحيح ومشيت
اخذت الفيزا وحدي، اختي قلت لي حرقت الفيزا، حرقت الفيزا انديريكتومون. مي في الاخر لقيت بون الكلوب عمل لي كل شيء وراقي وكل، ورجعت لتونس خديت الفيزا وعطاوني وقتها لومباساد في الكونسولا جي اون سيكسكوز مدام غريبي. وقتها شاركت في لي جوز اولمبيك 2008 وعملت فيناليست اول مره. دونك كي انا كتبت ليتر بور لومباسادور حطيت له انا شامبيون والكل راني سبورتيفه ونحب، عطاوني الكارت دو سيجور دو 10 ans. قالوا لي مرحبا بك وون سيكسكيز بور المالونتوندي وما نسخيلوكش سبورتيفه والكل. ايه ما راه ما فما حتى قطوس يصطاد الربي باش نبداو حينا. معناتها ما فما معناتها حاولوا يردوك فرنسيسا هكا ولا لا؟ باش تجري بدراب فرنسا معناتها. جاي عرض اللي انا بنجري باسم فرنسا وقتها كي مشيت 2008 وكي عملت لي جوز اولمبيك باسم تونس. قالوا لي انت تعيش في فرنسا والكل بوركوا با معناها تبدا. وقتها انا جافي دي بروبليم خاطر الوقتها مازال وتوانسة ما عندناش حلمتنا من ميداي اولمبيك يا بلاي صفقوا عليها معناتها راك حلمتنا من ميداي اولمبيك. كان مش وقتها كي شاركت في لي جوز اولمبيك 2008 مش فرصه صدفه يظهر لي خاطر وقت هذا الانسان هذا مازال في حياتي توا خاطر انا فخوره اللي نعرفته خاطر العبد هذا نشكره كل مره. شكر بالحاج شكر بالحاج توا هو المانجر نتاعي وسي مونات اشي دو بريس وكل شيء. خاطر النهار اللي كي عملت انا البيرفورمانس لو 15 اوت 2008 وهما يسكروا معناها لا ليست نتاع لي جوز اولمبيك وقتها لو 15 جوان باردون يسكروا يظهر لي البريود هذيك باش ما عادش يعملوا لا كريديتاسيون والكل. يا اخي انا عملت البيرفورمانس من غدوه كلمت الفيدراسيون باش نقول لهم راني عملت المينيمال جوز وقت عملت ريكورد دو ميتينغ في فرنسا وربحت الكورسه والناس كله لي جورنال حسيل ولي جورنو والتلفزه حبيبه غريبي عملت ضجه في فرنسا خدت سا ميتينغ انترناسيونال بخيت ربحت كينيين واثيوبيين. كلمت الفيدراسيون باش نقول لهم راني عملت مينيمال نمشي لي جوز اولمبيك. قالوا لي سي ترو تار توا ما عادش نجمو. تحكي بجد؟ سك والله يا اخي قلت له سي كيفاش؟ ما قلت لسه من غير ما نشعر. كيفاش والكل وكرونو ما نعرفش علاش قال لي تو نشوفوا. جا هذا سي شاكر بالحاج نهار في رينيون في الوزاره قالوا يا سي محمد الزريبي راهي حبيبي راهو عندنا مشكله راهو عندنا وحده عندها المينيمال باش تمشي لجوز اولمبيك وكيفاش ما نهزوهاش ولازم تعمل المستحيل باش تشارك راهي عندها دي شونس باش تصير لكم حاجات تاريخيه عمرها ما صارت في تونس اللي تنجم توصل فيناليست وكل. ايه بيان سور الحمد لله يا ربي وقتها وافقوا وجيت لتونس عملت ستاج وقتها في المغرب جوست افون لي جوز اولمبيك معناها في ظروف ما نحبش نتفكرها فريمون خاطر كنت فكرها صعيبه ما هي هذيك سما فورجي معناها حاجه عطاتني اكثر. ايش معناتها صعيبه؟ صعيبه من انا ناحيه صعيبه ما تحس يابا ما عندناش ما يحب ما يلتبوش با بالعكس ماذا بيه يحطوك العصا في العجل باش انت ما تقدمش باش ما تنجحش والكل. اي حتى لان ليش حبيبه بكل معناتها انا راني نحاول نكون موضوعي معناتها انت متاكده اللي هذا موجود منه والا موجود في موجود ولا للتوا نظريه المؤامره معناتها للتوا موجود معناتها متاكده 100% اللي هذا هو للتوا موجود حتى انا كي شاركت بعد لي جوز اولمبيك والكل ووقتها حسوا اللي انا عندي حاجه. جاء سي فتحي حشيشه الرئيس الجامعه نتاعنا جديد وقتها قابلته اول مره اون 2009 قلت له سي فتحي معناها راني نعرف روحي شوي كابابل دو فير معناها ان ميداي اولمبيك ولا شامبيون دو موند دونك نحبك تقف معايا وتشجعني. طب بالحق هو وقتها وقف معايا اي الى كرو اون موا خاطر هذاك كي قعدت معاه قال لي اول مره قعدت معايا حسيت في عينيك اللي انت تو فو ياريفي. هو كي شاد الجامعه حاول معناها لي مويان باش يوفر لي لي ستاج والكل ومع الوزاره خاطر ما عنديش كونترا اوبجيكتيف دونك يلزم اون دوموند دو لارجون باش يوافقونا وهكاك. اون 2009 عطات نتيجة خاطر عملت وقتها سانكيام في الشامبيونا دو موند رتيت الميداي بشوية خاطر الكوخ على الكومبيتيسيون سي كرونو في الفينيش حاسيلو هذيك بداية. 2010 تصير لي معناها إصابة يا نعمل أوبيراسيون ونكمل مش سيغ نكمل الكارير نتاعي خاطر الطبيب في فرنسا وقتها شيروجيان قال لي حبيبة راهي الأوبيراسيون نتاعك صعيبة برشا راو نعطيك 10% باش ترجع تكمل السبور يا اما تعملها وتعندك 10% يا اما تبطل كاريرك خاطر تي بو با كوغيغ ما عادش تنجم تجري 10%
10% ميم با قال لي ميم با قال لي انا قلت لك خاطر نعرفك سبورتيف وعندك مونتال قوي والكل ما قال لي نورمالمون اللي يعملوها حتى عباد عاديين باش يرجعوا يمشيوا عملية على شنو على الليك فالغوس لي دو بي انا عندي لي بي هكا دونك لو ميتا يتهرى انا تساقيك معوجين وتجري هكا لكن جاو مستويين كيفاه بالله اسمع عندي ايديا منير بالغيف يقول لي يا معوجه يسمي بيا معوجه قبل خاطر سقايا معوجه يقول لي تجري القداس عملت العمليه عملت العمليه وقلت له قال لي وقتها تي بخون دي ريسك تعملهم زوز مع بعضهم خاطر سي ديفيسيل ما تنجمش تقعد حديد بون توا مازالوا عندي دي بروش في السقايا مي الحمد لله انا تلمون عندك دي بروش توا في السقايا مازال دونك نجري بهم كي كملت بعد شهر وقمت على سقايا نمشي والكل غزر قال لي حبيبه جو سوي سوربري تو معناها خاطر وبعد شهرين وليت جو تروتين ونعمل حسير بعد اربع شهور رجعت كومبيتيسيون وربحت الكومبيتيسيون في معناها اول ما بديت نرجع كومبيتيسيون ربحت معناها الشامبيونا وقتها في فرنسا في الكروس ان 2010 نو باردون عملتها ان 2010 في 2011 بديت نجري لي كروس والكل ونربح في الكومبيتيسيون لي بروش عمرهم ما تنحاو ما فما اللي نحيتهم فما اللي قاعدين معناتها هزيت الميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه هذيك دي بروش وانت عندك حديد في ساقيك مركبه حديد مش ميم با حديد في ساقي فما حديده من هنا هكا تراس ما زالت موجوده طالعه وعندي معناها يخرج منها وقتها كي شافوني كي كملت بالدم ساعات كي نلبس البوانت يخرج لي معناها منها دم وتقعد نجري معناها نقول حبيبه انسى الوجيعة انسى الوجيعة معناها فريمون وقتها اون 2011 كملت السيزون تاعي دو جور ابخي في البلوك باش نحيت المسامر معناها دونك كي Voilà, donc j'ai la médaille historique avec champion du monde en 2011. Pour moi, c'était... La médaille olympique. Madame Sara Toumi, merci beaucoup. Vous êtes à la Sara Toumi. سارة أنت ثقافتك فرنسية بالأساس مدام حياتك كاملة عايشة في فرنسا أبوك تونسي بالحق وأمك فرنسية أما في الدار كنت تحكي بالسوري فبالتالي ثقافتك فرنسية وأبوك شنو كان يخدم؟ كان مهندس وأمك؟ وأمي كانت تخدم في الليسي سكرتير معناتها الطبقة الوسطى معناتها عادية الطفولة كيفاش كانت؟ أنا كنت نقرأ وكنت ديما الأولى في قراي ونحب هكا وقتها قلت لك نكون من الأول أستروفيزيسيان ومن بعد بدلت راي أنا بدلت راي كي جيت لتونس أول مرة عمري 9 سنين كنت نجي لتونس في بير صالح في بلاد جدي وما نفهمش العباد فاش يحكوا فاش يقولوا وين سامحني جيت تونس؟ في بير صالح في بير صالح بعض الشخصين حنشا ما كنتش نفهم العباد ويمكن احسن خاطر العباد كانوا يضحكوا علينا معناتها يقولوا قوريه وكل معناتها وزيد معناتها ما نحكوش ما نفهموا شيء يمكن من على خاطر ما نفهمش العباد معناتها كما واحد ما يسمعش معناتها دونك انا عندي احلامي نحب نوصل مادام ما نفهمش العباد فاش يحكوا بحذايا راني نقدم انا ديكو جو بونس كو بابا كيف معناتها خلانا هكا اخر وقت باش تعلمنا معناتها انا اختي التونسي Je pense qu'il avait raison. علاش بير صالح بوك اصيل بير صالح وجدي فلاح وعمي فلاح كل معناها دونك من باريس وصلت غادي وجات الشوك معناها هاو فما عباد عايشين هكا مالغري لاباس عليهم كما قالت حبيبه معناها ناس عندهم زيتون عندهم لاباس عليهم اما العيشه نتاعهم صعيبه ياسر كسعين معناها ناس معناها يخدموا فلاح اي دوكو انا كي جيت غادي نقول انا يعني في فرنسا امي وباباي ديما يشرو لي كل شيء تحب اورديناتور اقرا وتونا نشرو لك اورديناتور تحب كتابه وكتاب تحب كل شيء يوفروا لي غادي لي غادي حتى كره ما يشروهمش الصغار ما نقول تي شنو تيجي تاو يجي يخدم اللوز يجي يخدم الزيتون معايا لم شويه مصروف براشي كره معناها خاطر ماهيش في الثقافه انا كي جيت غادي جاتني صدمه قلت معناتها انا كيفاش انا معناتها جو سوي بريفيليجي صار انا مصدوم يا اخي تعلمت هذا كل في 6 سنين تكلم هكا معناتها 9 سنين
في 9 سنين مش خاطر تتكلم مطلوقه تبارك الله مسرحه بالكدا معناتها بالكدا بالكدا تبارك الله سامحني قصيت عليك أكاه وبابا يشجعني لحكيك خاطر هو كان مهندس في الخليج اون ايراك وان سيري وكل هزنا معه وكان عنده جمعيه هو ديجا معنا للاطفال في العراق اون ايراك معناتها شو العمل التطوعي موجود في عائلتك ملي انت صغيره معناتها انت عندك المثال نتاع ابوك اللي يمكن قعدت تتبع فيه كيف كبرت ولا اي صحيح صحيح دايوغ الجمعيه نتاعنا اسمها الحلم التونسي هي معنا سي حلم اللي انا في تونس في المناطق الريفيه نلقوا حلول لاي مشكله في حلول انا كي بديت كي جيت لتونس 2012 وجيت نسكن في بير صالح نلقاها معناتها فما تصحر دونك نقص مطر والفلاح يتشاوكوا وفماش مطر ومفماش زيتون وش مش نعملوا انا جيتني قلت شنو نجموا نعملوا فما ناس في بلدان اخرين يزرعوا في اشجار ينتج شجره تنتج في الصحراء كما الاكاسيا كما برشا حاجات قلت هيا نجربوا وجربت وعملت بروجي وسميته اكاسيا اكاسيا فوغولي بشوي بشوي هكا قدمنا ومعناتها جاتني فرصة مع فونداسيون أورانج وقت عمري 24 سنة مازالت صغيرة ما نعرف حد شايف ووقتها بابا توفى في 2012 أنا كي رجعت لتونس معناها قلت نكمل شوية الخدمة اللي بديه هو نسخين مش نقرا 6 شهور أنا عندي 6 سنين تو أنا قاعدة في تونس والحمد لله أنا قاعدة نقدم أما ماهيش سهلة أكيد وصحيح معناها أنا جي لا شونس مع فونداسيون أورانج شافوا الخدمة اللي قاعد نعمل فيه قالوا هذه معناها ماهيش مهبولة شوية في مخها وهاي خلينا نشجعوا ما يسالش عندي سؤال قبيلة وإحنا نحكيو قلت لي الجمعية نتاعي اسمها الحلم التونسي وتو باش نبدلها اسمها باش يولي الكوشمار التونسي تنجم تفسر لي علاش؟ أنا كي بديت في 2012 سميناها الحلم التونسي بعد الثورة الناس كل عندهم أمل والناس كل يحبوا يخدموا في الأعمال المتتابعة والكل تو كي نمشي أي بلاصة نمشي للقبازة ولا نمشي للبوسطة ولا نقول له الحلم التونسي يقول لي ها 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 يا ولد ما عادش حلم ولد كوشمار مش أحلم باش تحكي أنت وصحيح خاطر يعني كي تشوف أنا بعد 6 سنين هذوما اللي تعدوا 7 سنين من الثورة العباد ما عادش عندهم أمل خاطر يشافوا معنا قد برشا عباد قالوا هيا هيا مش نتشجع مش نخدم وكل شيء مش تبدل وفما معناتها الدولة مش تشجعنا كل ما تبدل حتى شيء. أنت جيت لتونس بمشروع وبفكرة لمقاومة التصحر والانجراف هكا ولا لا؟ وأنا عندي لهنا ما يثبت وأنه مشروع جدي للغاية. اقترحته على وزارة البيئة وقتها. أي. وزارة البيئة اش قالت لك؟ قعدوا يضحكوا علي قالوا لي قالوا لي لا ما عندناش تصحر اللي تحكي فيه هذا الكل صار ما عندناش تصحر جملة لا ما فماش وانت باري اقرا روحك وهذاك يعيش بنتي خلينا نخدموا خدمتنا ما نعرفش وقت عمري 19 سنة به والمشروع نتاعك من بعد شكون خذاه؟ ماني مشيت مع تو مليت مستشارة مع رئيس ماكرون مشيت لموريتانيا موريتانيا تو البنك العالمي عطيتهم تقريبا 40 مليون دولار باش يعملوا نفس المشهور نتاع لاكاسا في موريتانيا وفلاح يخدموا وكل اي انا هذاك اش حبيت نقول لك المشروع اللي ترفض في تونس اعجب الفريق العامل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فريق اللي اتصل بيك وخذوا المشروع نتاعك عام نول في اوت كلمني راجل قال لي ايمانويل ماكرون سمع بيك سمع بخدمتك وعجبوا لي انت معناتها على فوا فرونسيز اي تونيزيان وتحب البلدان الزوز وانت معناتها ليماج التصوير نتاع شنو نحبوا توا في فرنسا نحبوا مع الصغار فرنسا اللي عندهم دي زوريجين في افريقيا يقدموا روحهم ان طونك فرونسي اي افريكان زوز Est-ce que tu veux entrer au conseil présidentiel pour l'Afrique Je serais là, tu vas te liker, je serais là... Je ne savais pas. Quand il y a eu l'invitation officielle, je suis allée à l'Élysée, voilà, il y a eu ça, Sarah, bravo, je suis très contente de t'avoir parmi nous, voilà.
انا والله تعرف اللي معناتها فيك حاجه محليها بكل تحكي بياسر تواضع معناتها وعملت حاجات يعني ذولي مهمين وكبار ياسر وتحكي عليهم يكونش عليك عملت مشيت شريت شويه مقرونه رحت للدار والله برافو معناتها فريمون ماذا عندها تحكي ياسر 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 النجاح هو التواضع بالنسبه لي انا فما عباد تبدا معناها نقول انا تتكبر وكل لوك ما يعملوا حتى شيء للدوله القمودي لليوم نفكروا بعد 50 سنه 100 سنه ملولي باش نقعدوا معناتها راهو وهذايا بالنسبه بوغ اون ناسيون معناتها بالنسبه للامه مش الشعب خاطر الامه معناتها فيها الموتى والاحياء واولادنا اللي باش يجيو من بعد مهم جدا وانهم يلقاو في تاريخهم اللي الحلم ممكن واللي بلادهم تربح واللي المعنويات تتهز واللي تنجم توصل معناتها مثال كان يجي تونسي اليوم يربح تور دو فرانس في الدراجات ولا كان يجي تونسي يربح في التنس حتى تشوف غدوه لي كلوب دو تنس قداش يجي ولاد صغار معناتها انتم الرياضيين دو او نيفو انتم هما لا لوكوموتيف اللي تخلي الصغار الكل القدوه و في كل شيء كيما تيريس فيها هي والناس كل وهو الناس كل موجودين سكو احنا محتاجين في الوقت هذايا نبيعوا اللي رانا نجموا عندنا توانسه ودي كاباسيتي ساعات مي الحلم اهم حاجه راها في هذا الكل واللي هي تعدت بظروف صعيبه وهي جات من بلادها من فرنسا جات لهنا وهو مشى لكسمبور وظروف هو اللي هو اللي يخليك تصبر على كل شيء يعطيك صح وينجم بشويه ستركتور كيما هذوما ترقى تبارك الله في تونس انا اللي غيظني وتوا باش نجي نحكي مع حسام الحاجي وكنت باش نبدا كلامي معك حسام بالجمله هذه باش نجي نحكي معك خاطر توا فتنت بحاجه انتوما مشاهير ناجحين تبقى للاسف الشديد لكلكم ترشقتوا البر معناتها لكلكم نجحتوا البر حتى انت حسام بالرغم اللي انت جاي من القاصرين قريت الابتدائي نتاعك في القاصرين حتى في الكوليج زاد انا سيد ماجد بالعباس في ولايه القاصرين قريت غادي الابتدائي نتاعي ومن بعد قريت في المعهد النموذجي نتاع قفصه دونك في قفصه ومن بعد خذيت الباك بعد خذيت الباك من ليسي بيلوت قفصه ومن بعد وقريت في العاصمه تونس وللاسف الشديد لا ريشيرش يونيفرسيتير اللي عملتها ولا ريشيرش بروفيسيونيل اللي عملتها من بعديك الكل للاسف الشديد فت بها الغرب مش في تونس والله اللي وفر لك الامكانيات باش تنجم تعمل انت الابحاث هذه الكل انا ولدت في عائله بابا معلم مدير مدرسة دونك ولدت في ديما في مذكراتي كاتب ولدت في منزل أكثر ما فيه الكتب معناها ما كانش فيه كان الكتب كان الأثاث شوية لكن ثم برشا كتب دونك سيتي لا وين بديت حبيت المعرفة والعلم كان بابا يشجع برشا على التحصيل العلمي في المدرسة كيف كيف كان ثم برشا تشجيع في المعهد النموذج نتاع قفصة كانت تجربة هائلة كنت انترن كانت لا 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 كانت الوضعية صعيبة هي في الحقيقة معناها كي تشوف ظروف البياتة كانت صعيبة برشا وما زالت صعيبة برشا في الماكلة في ظروف المبيت كنا في مبيت دورتوار فيه اون سنتين دو بيرسون معناها دونك سيتي با فاسيل دو تو لكن في نفس الوقت شنو اللي خفف هذاك الكل كانت الأسرة التربوية الموجودة لسد الهيلين اللي كانوا موجودين القيمين اللي تو مازالوا نذكروهم والتو مازالوا يكلموا فينا ربونا أنا بديت عمري 11 سنة غادي بيت دونك وكان اختيار ليا نذكر بابا قال لي وقت اللي نجحت قلت نجم تقعد بحذانا معناها في اللي زي بحذانا قلت له لا يعني اللي عملته الكل كان اختيار كونسيون واعي ومدفوع سورتو بالحاجات اللي نحب نعملها في الليسي هذاك بالحق تعلمت برشا حاجات تعلمت طريقه باهيه للتفكير تعلمت حب الحكمه تعلمت اني نشوف برشا حاجات الناس تشوفها لها ايفيدونت نشوفها لها بطريقه مختلفه وهذه كلها كانت الريزلتا نتاعها اون كيوريوزيتي سانتيفيك كبيره اللي تخليني ديما نلوج وكل شيء. هل ترى انت كنت وما زلت تلوج في النجاح المهني فحسب نقطه وارجع للسر والا لا تحب تخرج تحب تشوف العالم تحب تنجح تحب تسافر تحب تعيش والا سيتي
البحث البحث لا ريشيرش بور لا ريشيرش لا سيونس بور لا سيونس والله هو البحث في حد ذاته حتى لا سيونس بور لا سيونس على اون معناها كومبوزونت يونيفرسيل معناها انت تعمل في البحث نتاعك مش لاجل روحك ولا لاجل جيرانك انت لاجل البشريه ما مكش باش يعني هي عندها بار ديفينيسيون اون كومبوزونت يونيفرسيل تبقى طموحك الشخصي هو انك زاده تكتشف العالم وتخدم مع ناس مختلفه وتوصل لنتائج علميه جديده وتقنيه بالطبيعه بالنسبه لي انا مهندس قبل كل شيء دونك بالطبيعه يعني ثم حب انك تكتشف تخدم مع ناس جدد تتعلم حاجات جديده شنو اغرامك بخلاف الهندسه والعلم والبحث عندي برشا حاجات كيما يعني نعم بار اكزومبل اول شيء وقت كنت صغير كنت في الليسي معروف اكثر باللي بونشون ليتيرير نتاعي معناها كنت نكتب شعر ونكتب مذكراتي نحب الفلسفه برشا نحب السبور يعني حكيت مع حبيبه مبكري تحب سبور؟ وي تبع كوره؟ لا لا هكا ولا مش الكوره بالذات لكن نحب انا نحب سورتو لا كورس ابي نجري برشا نمشي على خاطر انا العام اللي فات عملت 6000 كيلومتر مشي قديش؟ واو هي حبيبه ما عملتهمش عملوا 6000 تعملها هي يقول لي حبيبه ما انا احسب وحدك نعمل انا ليكيفالون دو 25 كيلومتر بار جور تعمل اكثر هي 20 ا 25 وبريسك ماك تحسبها معناها بار سيمين وبار موا اي ابري تو كالكيل سور لاني هي تعمل في الارض تاع 9000 فهمت انت معرس حسام؟ لا ما زلت عازب ما مخاطب ولا حاجه ولا ما زلت ما تخرج تسهر والله هو جوي هو جوي جو هادئ برشا معناها نحب الموسيقى الهادئه نحب لا 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 حب الطبيعه ياسر جو سوي تري كونيكتي على ناتور انت قداش عمرك تو؟ 36 سنة 36 سنة تخمم في عرس؟ إن شاء الله لا معناتها تخمم فيه هكا ولا تخمم فيه تخمم فيه؟ والله إن شاء الله إن شاء الله يكفيك عنده نكتفي بالإجابة هذه في البلاتو ها؟ بي معناتها فما حاليا فما حاجة ولا ما فما شيء؟ إن شاء الله يعني سا سيرا مون اونيك ريبونس ان شاء الله باهي انت وليت ستار في الميدان نتاعك كيفاش عشتها النجوميه هذه؟ والله هي بدات من اللي انا صغير معناها من اللي صغير الناس تخزر لك عليك اكسبسيونيل وانك ماكش عادي مرات تقلقك شويه ومرات تحسها حاجه باهيه لكن سيتي سا من اللي صغير دونك 10 ans ديجا جيتي بارمي لي ميور في تونس وكرمني وقتها كرمتني الرئاسة بون في بما يسمى العهد البائد مع انه مش نعرف حاسيلو هذا الكل عادي اعطيني من بعد كيف معناتها يعني امريكان فرنسيس انجليز دي مولتي ناسيونال شركات كبيره كيما الشركه مثال التوانسة الكل يعرفوها لهنا استخا تولي كيما قلت انا النجم عند الناس هذوما كيفاش تحس روحك؟ هو بعد ما تخرجت بديت نخدم في شركة في القطب التكنولوجي بالغزالة كان المعطر متاعي هو اللي متوليه بالشركة هذية شركة أمريكية في الأساس وبدينا نخدم على حاجة دو بوانت في تونس وكنت في نفس الوقت عندي بحوث نعمل فيها في فرنسا تابعة لسانتر ناسيونال دي ستيود سباسيال في العامين الاولين نتاع خدمتي ديجا جي انتجت معناها دو انفونسيون معناها هو العمل نتاعك هو اللي يخليك تتعرف وكهو من بعد بالطبيعه اللي شاسور دو تيت باش يبدو يجروا عليك انت هذا متفقين فيه اما انت هذا الكل كيفاش عشته؟ كيفاش حسيت روحك؟ معناتها بالنسبه لي الغرور هو بدايه الطيح معناها ما عشت عادي جدا كان بالنسبه لي انا كحسام كنت ديما حاجه متوقعه ليا حاجه بديهيه اني ننجح على خاطر كانت عندي ثقه كبيره في النفس يعني ثم فرق ما بين انه يكون مغرور وانه يعرف قيمته انك تكون كونسيون دو تا فالور هو المطلوب
كي تخدم 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 باش تخلصني، لكن الباركور ممكن يكون مختلف. اما فما حاجه اللي توا تعلمتها بهذه الكل والتجارب اللي ما نحب، انا مش نتكلم باش نقول راني نجم نعمل، باركونتر تعلمت اللي لو عندي بيوت نحب نعمله، فما حاجات لازم يكون واحد ريالي معناها رياليست يعرف، مش نقول حاجه اكبر، لكن نعرف كيفاش نقسم البيوت وين نحب نمشي، ونفوا عرفت وين نحب نمشي. اصعب حاجه ساعات باش تلقاها نعرف كيفاش نقسم اثنين باش نوصل لها، وما عنديش مشكله في الحاجات اللي باش توصلني قداش تعب قداش شنو تعلمت بالوقت اللي نجم نتعامل معها، دونك نعرف روحي وين ابري. لكن سيفري لو ما كانش الثنية هذه ممكن تكون حاجه اخرى. الاشكال يصير فين نبسطوا الحكايات وناخذوها من الاخر مش من اللوب. باهي، بعد اللي جات الشهره وبعد اللي مشيت لمصر والعباد الكل تعرف كيفاش في مصر ما كانش ساهل، وتوا وليت معناتها معروف في العالم العربي مش في مصر، كو معناتها في الخليج وكذا، ومسلسلات وافلام والميوغاكس دور اللي ربحته انت وهند صبري اللي هو سير اكيفالون معناتها دو لا بالم دور نتاع كان وكذا وكذا، ونشط برامج واحد، هذا الكل ما كانش عنده تاثير سلبي على حياتك العائليه؟ مش هو ما نقوله سلبي، ما نقول مع تعدى دي بريود صعيبه يعني في الاخر. انا خدمتي مثلا المسلسل الاخراني قعدت 5 شهور نصور بعيد، عائلتي قعدت ممكن 2 ونص ما نجمش نسافر نشوفهم خاطر ظروف التصوير صعيبه كانت. دونك سي فري انت مثلا نكبر نشوف بنتي تكبر ومش حاضر عليها برشا، معناها نحاول نعوض في الاوقات اللي نكون موجود. صعيب اللي انت تخلي مرتك وحدها قائمه بالدار وانت في بلاصه اخرى، تنجم تخلق معناها صعيبه، سي با ايفيدون. اللي انت خدمتنا تجيب لك شهره، الشهره هي في الاخر ما فماش ممثل يقول لك انا ما نحبش نكون مشهور في الاخر، لكن في الاخر الشهره تنجم تحطك في قفص في نفس الوقت، اللي ما تنجمش تتحرك بالراحه اللي تحب، ترتاح تمشي للبلايص تقعد كما انت تحب معناها تليميتيك في حاجه، لكن ديما نقول في الاخر هي منظومه لازم تقبلها بالحاجات الباهين والحاجات النيجاتيف اللي فيها، وتحاول معناها ما تنجمش، لازم يكون واحد فاهم اللعبه، ما تنجمش تقول انا علاش ناخذ هذايا فرحان برشا بهذايا، لكن لا ما تقلقنيش ولا ما تصورش معايا ولا تعملش. لازمك تاخذ الطاوله والكراسي. هي ما الكل. لازم تاخذ بيت فلول الكل. ما تنجمش تكون نحب الكراسي بركه ولا أيوة بركه. الشهره هذه وتزيد عليها البعد المسافه معناتها ما تراوش بعضكم. وانت زيد انا لازم اوفيت لازم مثلا تو احنا في الدار مثلا لازم نكلم مرتي ممكن 4-5 مرات في النهار. فهمت. على سكايب لازم تعمل لوفات، لازم تجتهد في الحكايه، ما تنجمش تكون بعيد وتحب تاخذ الاوتونومي بتاعك وتخدم وما تو ما تعملش اني فور، دونك لازم فما ايفور يصير من شيرتين. لا ما تنجمش معناها وفات فما حاجات اللي لازم تعمل اني فور وتقرب ديستونس باش تنجم وقت اللي نروح للدار. انا نجم نقعد مثلا تو جيت فاكونس 6 جمعات شفت اصحابي البارح، صحابي بالحق قابلوا بحذية في الدار، صحابي البارح الوقت الكل كان ما بين امي واخواتي ومرتي وبنتي، دونك تعوض الوقت اللي تبعد فيه تعوض، ما تنجمش تاخذ هذاك الكل الحريه باش انت تعمل حاجه اللي تحبها، وفي نفس الوقت وقت اللي تجي تقول انا تو نحب نشوف صحابي. لا انا فاهم اللي مع هذاك فما وقت اخر لازم يكون. كيفاش ظافر شخص وبالنسبه للشهره، خاطر احكي انا بالنسبة للشهرة مثلا اللي صار في مكتوب وقت صارت معناها اللي فيه بتاع مكتوب سيفريكو ينجم يبدل الناس خاطر انت معناها وين تمشي الناس وكان فينومين الحكاية كانت كبيرة برشا. أنا نحاول بصراحة فيت الشهرة سي بيان أنك الناس يعجبهم خدمتي، لكن اللي يمشيني أكثر من الشهرة خاطر عمري ما اللي يمشيني أكثر اللي أنا نعمل في حاجة نحبها واللي نقوم الصباح نحلم بها وظهر لي الكل كيف الشهرة يجي مع الخدمة اللي نحبها. باركونتر ما عمري ما جريت أنا مش عارفوني 10 ملايين، أنا وفيت نحب الحاجة اللي نعملها والحاجة اللي نعملها تخليني نقوم الصباح. الشهرة سي بيان لكن عمري ما ركزت ولا عمري نتمنى ما تغيرتش في السنين هذوما الكل على خاطر ردة الفعل. فما ناس قالوا لي في مصر مش تونسك هاو كي باش تتعرف في العالم العربي ممكن باش تبدل عليك باش تقول لا باركونتر لا هم عرفوك 10 ولا 100 ولا زملاني خلينا نقابلهم كل يوم نسلم عليهم. لا هذوما ما نحاول ما نغطش برشا في السوشيال ميديا، نغطس بمنير صحيه. ماني نحاول واحد يخلي واقع رياليتي في حياتك، نحاول نرجع للبيسك اللي هو في الاخر بكل كعيله لازم تعمل، نمشي نغسل في الدار، ممكن نغسل الماعون، نعمل حاجه اللي هما حاجات طبيعيه جدا اي واحد يعملها مشهور ولا مش مشهور. نحاول ديما نخلي روحي قريب من الحاجات هذوما مش نقعد كونكتي للبلاصه اللي جيت منها. في الاخر سامي انا نشوف روحي اللي انا عملت تمثيل باش نبدا فرحان كانسان ما مش باش نضيع فيه. حبيبه انت عرست مره اولى، الراجل الاولاني جا قبل بداي ولا بعد؟ قبل لا ميداي انا لا ميداي ما عملتهاش نقول لا ميداي اولمبيك الاولاني
لا مش اولمبيك انا عملت معاه شامبيون دو موند واحد عملت معه شامبيون دو موند دخل عملت مع ميداي اولمبيك لا 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 الكارير نتاعي كملت بعد معناها ديفورس والكل 2012 عملت شامبيون اولمبيك 2013 اون اني بلانش ما عملتش معناها وقتها جو مسوي بليسي وعملت عمليه 2014 ميور موند وحدي 2015 شامبيون معناها في شامبيون دو موند زاد وحدي معناتها العبره من هذا كل حبيبه الغريبي خيارها سليباتير هذاك علاش ليه ما عملت دي سوكسي خاطر وقتها كي كملت ان 2015 جيتي افيك مون ماري توا ياسين اللي هو عملت انا وقتها عامله في شامبيون دو موند فيونسي معناها في الاخر الشهره شنو اللي بدلت فيك؟ انا حتى كي يقولوا لي تين ستار ولا حاجه ولا ما نحبهاش الكلمه خاطر بوغ موا مانيش اون ستار انا بريتو عملت حاجه وقاعده ناجحه خاطر باش نبداو معناتها نقول ستار مثلا كي تقول في ستار دو سينما ستار دو هوليوود هكاك الكلمه سبور ولا مي انا نحس ماهيش نتاعي خاطر انا بريتو عملت حاجه معناها ما نعرفش ديفيرونت لو سبور بور موا سي لو سبور العباد ممكن هما اللي يخليوك اون ستار معناها كي يجيو ويتصوروا معاك وحبيبه واو وشامبيون اولمبيك والكل احنا الحقيقه ما كانتش عندنا راهي المونتاليتي انا وقتاش تبدلت المونتاليتي اللي العباد ولاو يتقربوا مني وحبيبه ويجيو يصوروا معايا ولا وين نخرج ولا حاجه بعد il faut faire attention خاطر 2012 انا كوميم الميداي نتاعي ما خذيتش راهي المستوى الاعلامي كامل كيف ما الدنيا داخله بعض فوالا صحيت و 2011 كيف كيف دونك انا وقتاش وليت خذيت كي عملت ان 2014 ان 2015 سي 11 سبتمبر بالنسبه لي انا هو 11 سبتمبر هذول الناس الكل تفكر شنو صار بالنسبه لي انا احسن تاريخ عندي انا خاطر نهارتها 11 سبتمبر بروكسل جو عملت ليستوار دو لاتليتيزم عامله ريكور معناها ميغ بيرفورمانس مونديال ريكور بيرسونيل ريكور دافريك عرب ريكور دو ميتينغ اي ميغ معناها بور موا سيتي ان اكسبلوا ا 32 ans شنو بور توا سي ان اكسبلوا بور توا سي ان اكسبلوا دونك وقتها معناها حسيت اكثر ونو غدام نشوفوا الروبورتاج نتاع حبيبه الغريبي ظفر بالطبيعه ومن بعد ونجم حبيبه صباح نقوم 8 مثلا نفطر جو بخون مون بتي ديج ومن بعد نمشي لونترينمون على 10 على 10 ونص Et après l'après-midi, kiff kiff, on est à 5h30, on est sur terrain. Après trois jours de notre mariage, compte à l'Union, à l'Issar, où il est le bras, à Harbet, Swamma, j'ai été dans le café de Paris. Habiba, tu as parlé à l'Issar, on a des difficultés qui sont très importantes pour le cours. Donc elle sait s'adapter, elle est excellente, elle est accrue championne. Parce que maintenant, elle tourne sur le col, elle est notre fierté. صعيبه في تعاملاتي مع اللي يخدموا معايا شوي تري ديفيسيل اي اكزيجونت معناها باش توصل نيفو فريمون عالي لازم تكون هكا ديما نعمل عند بفري عندي ياسمين ديما نحب الالوان هكايا سوا لون كال مع الاخر ولا لون غامق في الشتاء عسلامة صباح عزيزتي حبيبة أتليت محلاها المرأة السنسيبل المرأة الضحاكة المرأة القوية أنا جا نقولها كان شابو با برافو حبيبة ولد أختي معناها كي يشوفها حبيبة يبدا ديجا كيما نقولوا عنده في الجرينتا يشد كورة هكا صغير يبدا يلعب باسكيت اكسيتي خرج من الدار قالت البابا قالت له انا راني باش نوصل وحطت اوبجيكتيف ووصلت الحمد لله بعد تعب كبير 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 طفله في العمر هذاك وهي وحدها تجيب حدانا في الويكاند نشوفها ناقصه الحنانه ناقصه العائله ناقصه الانتوراج وطلعت فريمون انا بور موا اون ريفيرونس ويشرفني برشا كيف قاعده نتعلم من حبيبه المراه كيفاش انا نجم نكون امراه عمتي كعمت مثلي قدوتي في خاطر انا نعمل ناتاسيون زحمت برشا رجال في دومين مع تصعيب دومين سبور صعيب برشا
فهذه حاجة تفرحني برشا وهذه حاجة تخليني نفرح برشا برشا بحبيبة. عيني والعيني نفرح حبيبة أصل سنة العيني والعيني نفرح حبيبة أهو لابسة الأخضر. ريت الروبورتاج حلو على الاخر، اما فما حاجه ما يوريهاش هو السوايع والسوايع والسوايع نتاع، خاطر هنا نشوفوا ريستوران وسالون بوتي ومكياج وكذا وغلاكس، اما التعب اللي وراه هذا الكل ما الكل ما يترش مش سهل بيان سور. انا هذوما لي مامون راهم شفت هذا يظهر لي عملت خاطر جافي ان روبورتاج سي تري تري غار اللي انا باش نلم معناها عائلتي الكل ونمشي نتعشى معاهم، ولا يلزمني نقسم روحي بين مثلا عائلتي ولا حتى صحاب يقولوا لي حبيبي وقتاش عندك وقت، معناها انا با ما عنديش الوقت باش نخرج نتعشى لبرا ولا توا، معناها وليت خاطر هنا في تونس مع راجلي ساعات زاد كمام كيف ما قال دافر نعمل ديزيفور باش اوموا العبد اللي معاك ما يحسش روحه زاد منسي، عرفت؟ حتى كي نخرج نخرج نسهر نخرج نتعشى ونروح. ياسين انا نعرف سي ان سبورتيف زاد معناتها يعاونك زاد معناتها برشا برشا خاطر يعاونه انه هو سي ان سبورتيف اي يعاونني حتى في لونترينمون وهو خاطر في المسكيلاسيون والكل، دونك كي نمشيو للصاله إلى لا الماد والكل اي سورتو حتى بال كيش يقولوها احنا حتى سي با فاسيل تبدا معناها الراجل ونسافر برشا انا زاد كيف ظفر نتغيب شهر وشهر ونص وشهرين اي بور لي ستاج نجي نشوف وكل الجمعه 10 ايام سورتو بعد العرس معناها سايتي ديفيسيل بور لوي مي الحمد لله هكا اللي il me soutient beaucoup و سي امبورطون دونز ان كوبل التفاهم. قوس صغير باش نفهم وبرا معناتها هل ترى عرسك الاولاني عنده علاقه المشاكل اللي جات منه بالرياضه ولا ما عنده حتى علاقه بالرياضه؟ معناتها سي 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 عنده 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 علاقه بحياتك انت كرياضيه اللي ماكش متفرغه وكذا لا 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 مش معاش مع بالعكس سيتي ترو انا خاطر تلمو انا من الاول معناها جي عنده هو من الميدان اي لي تي سبورتيف زاد اتليتي يجري مغروم كورس ا بيي معناها والكل مي الحقيقه شنو ما كانش هو اللي تخي نقول انا مسكر عليه معناها ما عنديش الحق حزاره ياسر لا حزارة معناتها ما عندها حتى علاقه بالرياضه معناتها اكثر من الحزاره سيتي ترو معناها كي تبدا عايش في ستريس هذاك تو با فيغ دي بيرفورمانس ساعات معناها مامون دوني تحس روحك ماكش حتى مع اصحابي نعرفهم ديزا اللي تقدم نمشي شكون هذاك درا شنو ما يلزمش عرفتك اللي حسيت روحي معناها ما نجمش نقدم ومالغرا حتى قول لي انت معناها عرسي بعد انا او موان دو مي جي ديفورسي او موان دو دوت جيتي شامبيون اولمبيك معناها بالعكس انا قويه تلما قويه في مخي المشاكل هذيك ما تعني لي معناها مش ما تعني لي شيء سي فغي تاثر فيك مي بالعكس الماء فورجي عطاتني اكثر مشيش لي زاتات اللي تفرجوا فيك يطلقوا توا باش يزلوا لي لا لا هي سا في بارتي دو لا في معناها هذيك حاجه في حياتك ماهيش عيب ولا حاجه لا لا انا حبيت نعرف بركة كان عنده علاقه بالرياضه وكو اما كي نشوفوا الاسباب كي نشوف ماهيش اسباب رياضيه بحته ولا اسباب لو مود دو في نتاعك ولا لو في تيستاج ولا كذا مي انا الحقيقه انا تعاملت برشا معناها خاصه في الكاريير نتاعي مع الرجال و جو سوي تري اكزيجونت كيف ما كنت نحكي ياسر صعيبه انا في الخدمه نتاعي نجم جاي مثلا كيني ما عجبنيش ما يخدمش بالكدا نطردو معناها ما نقول له تي با بروفيسيونيل يقوم لي ماخر ما نجمش نعمل مساج كذا هكاك معناها لي زونترونور قعدت معناها الحاجه الباهيه مع المدرب نتاعي قعدت معاه 13 ans حبيبه ميداليه اولمبيه ذهبيه انت لو ميريكس دور نشوفوا التصاور ونحكيوا قولي كيفاش عشتها لو ميريكس دور نتاع ظافر العابدين الحلويات المستورده هيك عرفت عنه قبل فاهيتا من الفوتبول لعرض الازياء لدراسه الكمبيوتر بلندن للتمثيل اللي فتح له قلوب العالم العربي كله الموهبة تونسية والأناقة إنجليزية والوسامة عالمية أفضل ممثل عربي بالدراما المصرية لهالعام
عن فيلم عن مسلسل حلاوة الدنيا هو النجم ظافر العابدين. بشوي توا سامحني. سمعت خالتي المدام يعني الحلويات المستوردة يعني حلويات لا ولا بغاو. أمبو ماما على الاخر سي ما هو مراه نتاع باركور كامل نتاع رحله كامله اي بي في الحاجه اللي انك تاخذ جايزه على الحاجه اللي تحبها واللي فيها واللي انت تعملها وهي من عند الناس صوتولك وفي بلاصه اللي فيها برشا كيما تعمل شامبيونات نشوف العالم العربي كي تعمل في مصر برك 40 مسلسل العالم العربي تعمل من 60 70 في نفس السيزون اللي الناس صوت لك اللي الناس على خدمتك على حاجه تعملها بتبيع فخور برشا وفخور برشا ليانا وللناس الكل اللي عملوا معايا الرحله. سارة شوفوا الروبورتاج. ما جورني تبدا بكري نحضر في بنتي باش تمشي تقرا ومن بعد فوالا عندي دي رونديفو في ليليزي في الاف دي واليوم عندي ان اتيليي في لاجونس فرونسيز دو ديفلوبمون. On va prendre le métro pour aller au rendez-vous. Personnalité très discrète, donc elle écoute beaucoup, elle se met en retrait, elle est très réservée. Et en fait, elle a à chaque fois des points extrêmement précis et très pertinents. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est planter des arbres pour empêcher l'accélération du désert. Mais littéralement, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est planter des arbres. Il y a plein de gens qui viennent la voir, oui, Sarah, faudrait qu'on fasse des choses et tout. Et ils s'étonnent qu'elle prend du temps à répondre, voilà. Mais parce que si vous veniez la voir en disant « Je veux planter des arbres avec toi », elle serait disponible tout de suite. Tout ce qu'elle veut, c'est atteindre son objectif de planter 1 million d'arbres d'ici la fin de l'année. Donc on y va. C'est une histoire de Moustachara d'Emmanuel Macron. عاده ما نعرفش يمكن هذا استثناء عاده ما تدومش معناتها يمكن يعمل 5 سنين اخرين ولا هذوما بركه ويمشي ولا الله اعلم اما انت هل ترى انه عندك معناتها مستقبل في السياسه عجبك الجو تحب تقعد ولا لا مش جوك لا ان فيت انا تو بون هذا سي انا اون بيريود دو ما في انا نتعلم منها برشا تو عمري 30 سنه ونشاور في رئيس فرنسا انا بيان سور سي تري فيير دو سا ونتعلم كل نهار كيفاش معنا لو سيستيم كيفاش يخدم باش انا زاد ان طونك انا خدمتي من الاول انا شو اون انتربرونوز سوسيال خدمتي معناها كيفاش نشوف في حلول المشاكل ونحلهم مثلا اكاساس فهولي هي شركه اجتماعيه من الاول والتو تخدم دايا ما كملناش ما وصلنا زرعنا 300 ألف أشجار في تونس في 3 سنين اللي فات وإن شاء الله مش نكملوا نوصلوا 1 مليون أشجار وكنا نحكوا الوزارة ما كانوش يتابعوا فيها ما تو الوزارات ولوا معي الكل تو ولات عندك كارت فيزيت خير شوية تو الكارت فيزيت نتاعك تحسنت شوية سارة اي اكزاكتومون دونك أنا بون ايفيدامون جوتيليز سا بور فوالا بور اتيري لاتونسيون خاطر اي بور لا بون كوز معناتها بور لا بون كوز خاطر في الآخر أنا نشوف أنا عشت 5 سنين في بير صالح معناتها عشت كيما مرة ريفية في تونس شنو تنجم تعيش وأنا دونك كي نوصل في ليليزي كي بالا قاعدة أمس كنت في باريس قاعدة في ليليزي نسمع في رئيس فرنسا يحكي وفي مخي نخمم في جماعة في نساء في كبيلي في فاتناسا عندنا مشروع معاه يزرعوا في أشجار ونساء آخرين في بيرسالة ونساء يعني أنا نقول أنا تو مازلت صغيرة في العمر 30 سنة نحب نتعلم من توت سي اكسبيريونس
باش ان شاء الله نجم نقدم معناتها مخير لتونس وعلاش لا مادام تو نخدم على افريقيا كامله نعمل دي بون مع دوطخ بيي افريكان خاطرنا في تونس انا عرفت باش دي اكسبير ناس تبارك الله عليهم انا ناس انا اللي عندهم في مخهم شيء سي اكستراوردينير ولكن في تونس ils ont pas trouvé le potentiel تو الحلول كل موجودين انا نشوف لي اكسبير كل نهار même dans les ministères يقول لك انا ما نجمش انا عندي 20 سنين 25 سنين نخدم اما لقيتش كيفاش ما لقيتش شكون يسمع في ما لقيتش شكون يشجعني ما لقيتش سياسي يتابعني يشجعني باش نعاون بلادي انا مدام بحكم معناتها سوسيتي سيفيل كل ما انا ان الكترون ليبر je pense mon rôle aussi c'est ça c'est de permettre à des gens comme ça باش الحلول اللي عندهم في مخهم يوصلوهم sur le terrain حسام انت هكا وهكا معناتها اللي مشرفنا على الاخر ويكفي وانا نسمع وانا تونسي وانه تونسي يخدم في شركات كبيره كيما هكا معناتها وعامل اللي عليك واكثر لكن كيفاش تشوف المستقبل هل ترى انه فما امكانيه باش ترجع لتونس ولا ديما فما البوسيبيليتي باش نرجع لتونس من ناحيه المجال اللي نخدم فيه توا اللي هو الاتصالات الفضائيه بطبيعة أنا توا عندي طموح باش نشارك في مشاريع أخرى مع وكالة الفضاء الأوروبية وممكن أون كولابوراسيون مع وكالات أخرين لكن في المستقبل ثم مشاريع أخرى ممكن أهم وخاصة إنه الالجوريتم متاعي اللي طورتهم واللي تكنيك جدد متاع الكوميونيكاسيون نيميريك وتعتمد سينيال قادرين إن نجموا نستعملوهم في 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 دي دوتر سيستم في منظومات اخرى دونك سون تري انتريسون بور لو مومون مازال ثما لا رتومبي نتاع السكسي هذيا يعني مازال بكري برشا رجوع لتونس على خاطر الواحد لازمو يجني شويه الثمار نتاع الشيء اللي عامله لكن في الحقيقه انه هو ثما ديجا كولابوراسيون ومانيش قاصص معناها الكونتاكت مع اصدقائي لهنا ومع الشركات اللي في تونس حاولت ولتو مازلت نحاول انه نجيب الشركه هذه تحل فرع في تونس بحكم انه عندنا طاقات شابه بالطبيعه انا بدي ماذا بيا نهار من نهارات نرجع لتونس ونحط شركه مانيش باش نخسر حتى شيء على خاطر باش نبقى اون كولابوراسيون مع اصحابي مع الناس اللي يعرفوني لبرا وبيهم هم ومعاهم باش نخدموا بعضنا وهذه هي الـ 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 الهدف الاخر معناها انا توا عندي قناعه تاكدت وانك انت tu es un vrai génie. Tu sais pourquoi tu veux dire? En général, les génies qui font calme, ils ne font pas. Fahmt. Tu es un vrai génie. Michel Copernic, من اكبر لي زاسترونوم اللي فما في التاريخ كان كيف يتكلم ما يفهمه حتى معناتها الراجل عنده قرون التالي ومعترف به وكان كيف يتكلم ما يفهمه حتى وكان استاذ وكان كيف يخرجوا من الدروس نتاعو ما يفهموا حتى شيء من الدروس نتاعو لكن ما يمنعش انه كان ان فري جيني باش تبدا كل حاجه في 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 تاريخ ظافر عملوا ريبورتاج معك الصحفيين انا ما ريتوش ومتشوق على الاخر باش نشوف ستار الريبورتاج اللي تعمل على سي ظافر العابدين ظافر اول ما شفته اول سيونس دونترينمون لافي 19 ans حاجه هكا في ليكيب اسبوار كان تريز اليغون كما تراوه كما قعد معناها اليغون هذاك الستيل تاعو كيما تراه في السينما في الواحد اللي تي تريز اليغون بوغوس مزيان لا بروميير امبرسيون قلت هذا باش ينجم يكون كان افون سونتر بعد سي تافيري نسيت قال لي لا ديفونسور انا ديفونسور بعد قليل بدينا نلعب وشفته معناها في لي زونترينمون وكل شيء هي اللي تي اكسيلون كان ينجم يلعب في ليكيب سينيور كان ينجم يكون في الجروب على الاقل مع ليكيب سينيور كان ينجم لكن وقتها صاروا انتدابات جاء بوسنينا وجاء من عشكون جاء برشا ملعبية وقت خلاهم في البوست اللي يلعب فيه تسكر الباب على ظافر وقعد شوية فلو العام الاسبوار اللي مع ديتو مع وجدي
كان مفترق في حياتي، لأنه هو من العام ذاك كنت 19 طلعت سينيور، ومن بعد رجعت نلعب مع الإسبوار ديبيوت سيزون مع وجدي خلاني كابيتان. بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة جدا كابيتان. في سبوت هذا نلوجوا على بوغوس هكاك، دونك احنا في الكاستينج ما لقيتش تساو، نسأل بنات بحذايا ثلاثة بنات خاطر نتروفي بلوس دو في كو دو غان. سألت واحدة طفلة اسمها فاطمة، قلت لها بربي اخي تم فماشي طفل شباب ما عاشقين فيه؟ قالت لي ذا. الأخرى قالت لها وي 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 ذا. قلت لها وين باش تلقاه أنا ذا؟ قالت لها دقيقة تليفون تك تك تك. قالت لي راهو توا موجود في السال دو سبور يترن. عطاونا الأدريسة أنا وحنان بن محمود المساعدة نتاعي، هزين الكهرباء ومشينا. أون لا بخي أون شارج. جو فوليه أنا كيل فاس لو تور دو تو لي ميتيي. يدور على السينما من جميع النواحي نتاعها. ممكن أكثر حاجة أبار الخدمة اللي نذكرها واللي هي دائما توا عندها 20 سنة يعني ومنصف نقابلوا ولا نتكلموا في التليفون كأنه حتى كان غيبوا لبعضنا عام ولا عامين، كل واحد ظروفه، لكن أول ما نتكلموا في التليفون أول ما نتقابلوا كأن ما فارقناش بعضنا. سي سلاح، هذوما ساعة نجاحات ولا مش نجاحات؟ نجاحات بطبيعة الحال. نجاحات، شنو رأيك في اللي سمعته كله؟ والله سمعنا قصص متنوعة، معناها رحلات كما يقول سي ظافر، فعلا رحلات تبدو في ظاهرها متنوعة مختلفة، عندها ملابسات خاصة برشا، تفاصيل حتى متاع حياة متاع كل واحد، واحد في الريف، واحد في المدينة، واحد في جهة، واحد في الكورة، لكن ديما خلف كل ظاهر ثم خيط ناظم، معناها نلقاو ديما ثم حاجات متكررة. هو ما يكفيش أنه تكون ثم إما أندون موهبة ولا معطى بيولوجي ولا معطى، معناها ينجم يكون حتى مكتسب مش بيولوجي، معناها اكتسب خبرة، ثم قدرة على التشخيص السليم لك المعطى هذاك، وجزء ثاني قدرة على تثمين لا فالوريزاسيون متاع أكل المعطى هذاك. معناها ما يكفيش تعرف تجري، يزمك تكون واعي اللي أنت تعرف تجري، واعي بالطريقة تخطط لها تخطيط استراتيجي كيفاش باش تثمن أكل كفاءة. قداش من واحد عنده موهبة وتتعدى عليه يعني يلبس أكوتي، ما يلقاش، إما هو ما يعرفش ويلزم يكون هو أول من يعرف، ولا ربما واحد ينبه لها ويولي هو ياخذ إل سبرون شارج. فإذا كان هذا كله مش موجود ينجم يكون موهوب عنده صوت باهي ولا غالب يتعدى الباس اكوتي، عنده جري باهي، ممثل باهي، وبرشا من هذوما اللي باش يتعدى هو اللي يعرف الساعة شخص روحه تشخيص سليم، وعنده اون راسيوناليتي، عنده عقلانيه، معناها عنده قدره على التخطيط وعلى كل الي ان بو فيزيونير، يقول انا باش نولي ولا انا نحب نولي ويتمسك هنا. الجزء الثاني الاراده والاصرار اكثر من الاراده. نشكر عندك إرادة ما تصرش من الضربة الأولى تطيح، لا ثم الإصرار، معناها أتوبري. سمعنا ظافر قال في كل الأحوال عمري ما كنت باش نرجع، ما تحلمش ما توصلش، يعني إذا ما ثماش الحلم بقدر ما عندك موضوعية وعقلانية وكذا، لكن يلزم يكون ثم جانب آخر يغذي كل واحد، كل هو الحلم، ما تحلمش ما توصلش، تقعد عقلاني سي تريبو مهم للغاية، لكن تقعد محكوم بالواقع اللي أنت فيه، ما تحلمش بما بعد الواقع. إذا كان ما عندكش فكرة ما بعد الواقع وتحلم به وعندك الحلم هذايا وتحب توصل، لازم يكون ما عندكش لي مويا، يعني هو توت ان بروسيسوس، معناها لأنه مش خلف هذا كله نحب نقول اللي الصدفة تلعب جزء صغير من النجاح، يعني الصدفة هي ضرورة يعني، والصدفة كأني تتصنع أحيانا، يعني هي تبدو بين ظفرين صدفة وكأنه يصنعها الحدث اللي أنت هيأت له. معناها تفضل. هو يقول لك لا شانس سوري اوز اوداسيو، معناتها اكزاكتلي، معناتها تظاهر مع اللي يحرك. ابسوليومون. دونك ثقافتنا في حاجه فعلا الى اعاده مراجعه وتثبيت على اسس صحيحه اللي خدت بها الدول الاخرى الفالوريز، تثمن البعد البشري والبعد الثقافي وتعطي قيمه للفرد والانيسياتيف بيرسونيل، يعني الاراده الفرديه تثمنها حتى لا يظلم، حتى لا نساوي بين من لا يعمل ومن يعمل. يعني سي ستاح تصفيق عليه الكلام اللي قلته.
الكلام اللي قلته صحيح 1000%، اما كان باش نقعدوا نستناو باش عقليه المؤسسات والمجتمع وكذا باش تبدل راهو باش تتوال شويه الحكايه. انا يظهر لي الرساله اللي ينجموا اليوم ضيوفي يوصلوها للشباب اللي يتفرجوا فينا، اللي الاولاد البنات شمروا على ذراعاتكم وعملوا على رواحكم وما تقعدوش تستناو، راهو كان باش تقعدوا تستناو شكون باش يوصلكم سي با ايفيدون، مش راهو يمكن ما يصير حتى شيء، على خاطر الاربع حكايات اللي عندي الليله ضيوفي الاربعه عملوا على رواحهم، ضيوفي الاربعه ما عاونهم حتى حد وما هم مدينين لحتى حد بالنجاح نتاعهم، ظافر ما هو مدين لحتى حد، حبيبه ما هي مدينه لحتى حد، سارة كيف كيف وانت قرايتك ودبلوماتك تشهد لك وحتى حد ما حد اكزاما في بلاصتك. وانت سامي وانت؟ وانت اوسي. معناتها هذوما ضيوفي مثال حي وانه شبابنا كيف يعمل على روحه ومش بشرط نقعد نستناو لا في المؤسسات لا في البنكاجيه لا غيره نجموا نوصلوا، وما نجموا كان نشكروا ضيوفي الليله على المساج بوزيتيف، وان شاء الله نكونوا بعثناه لدياركم حرفير الناس الكل. سي سلاح ميرسي بوكو.